هذا وقد شنت مؤسسة الصالح الاجتماعية لتنمية حملتها الإنسانية والإغاثية في عزل الوحاوح وقيهمة بمديرية بني سعد بن محويت استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها السلطة المحلية. إشباع الجوع وإغاثة الإنسان عناوين باتت سمة رئيسة لمؤسسة الصالح التي أبت إلا أن توصل رسالتها الإنسانية في الوقت المناسب لمن تضرروا من العدوان وحصاره. في مديرية بني سعد محافظة المحويت دشنت مؤسسة الصالح وبحضور السلطة المحلية توزيع المعونات الغذائية. دشنا اليوم حملة الإغاثة العاجلة لمديرية خميس بني سعد عجلة الجمعة، عدد 445 أسرة، ومن خلال نزولنا الميداني وجدنا يعني حالات إنسانية يجب على الجميع أن ينظروا لها بعين الاعتبار. أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة الصالح الخيرية الذي استجابت لنداء الإغاثة وبادرت فكانت سباقة. توزيع ما يزيد عن 400 حالة يدا بيد لمن باتوا يبحثون عن لقمة تشبع جوعهم يجسد الدور الريادي لمؤسسة الصالح التي أخذت على عاتقها التخفيف ولو بالجزء اليسير من معاناة السكان في بني سعد الذين تضرروا من الحصار ما جعل المجاعة تجتاح المناطق. شكرا لمؤسسة الصالح الذي أدعمنا ونحن بها بجو ودعمنا وقول شكرا لها ألف شكر. تكريما منها خاصة ومن علي من المنظمة الوحيدة أبي تنظر إلى الأسرة الفقيرة تموت جوع. إحنا جوعي أبو لنا طعمونا من الجوع جزاهم الله خير. رسائل هامة تبعث بها مؤسسة الصالح عبر تلمسها لهذه الشريحة في المجتمع، فبالأمس تهامة واليوم المحويت لتجسد التراحم والتكافل والتعاون الذي جعل اليمنيون يصمدون طيلة الفترة الماضية من العدوان. فبالتكافل نحيا وبالتعاون والتراحم نصمد، فلا إيمان لمن بات شبعان وجاره جائع. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم، المحويت.